وجود حزب الله مثل ما هو عم بيشكل خطر كتير كبير على الشعب اللبناني. الحزب وداعش وجهان لعملة واحدة. بهذه الكلمات أطلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قنبلة سياسية من العيار الثقيل، مصوباً بشكل مباشر نحو حزب الله، مسرباً حديث خاص بينه وبين رئيس الجمهورية ميشيل عون. فماذا كشف جعجع؟ هجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث عبر أحدى القنوات المحلية حزب الله مشبهاً إياه بداعش، قائلاً حزب الله هو من استجر داعش إلى لبنان، شو قلوا شغل داعش في لبنان؟ ورأى جعجع أن حزب الله وداعش وجهان لعملة واحدة، وهو لم يحارب داعش بل دافع عن الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا. لا بيحمي ولا يبني حزب الله، إذا شيء للأسف 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 هو المساهم الأكبر باللي وصلته الأوضاع، والأهم من هيك والأسوأ من هيك هو أنه عم بيخطط تنكفي بنفس السوق. كما سرب جعجع حديث في مجالس الأمانات دار بينه وبين رئيس الجمهورية ميشيل عون، حيث قال في أول مقابلة للرئيس عون بعد أشهر عدة ذكر أن سلاح الحزب هو أساسي، بعدها التقيت به في قصر بعبدة وسألته عن موقفه فقال لي هالكلمتين لنسكت حزب الله. يعني يلي بده يترشح بده يكون أراءه متطابقة مع البدوية حزب الله، حزب الله يعني بصير مرشح تحدي. وفي سياق المعركة الرئاسية كشف جعجع أن ليس هدفه صنع رئيس للجمهورية، والوضع الحالي يفرض التواضع قائلاً نحن لم نتمكن حتى الآن من جمع المعارضة على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. فور انتهاء مقابلة جعجع علق الصحافي بيير أبي سعد عبر تويتر كاتباً يا رجل يا رجل والله ما في كلام بينقال، في كلام بس ما بينقال، ما بتعرف شو مستعد أعطي بس حتى أعرف قديه ممكن يكون مصدق هو هالحكي، وإذا بيعرف الحقيقة شو بحس لما بيزور الواقع لصالح إسرائيل. كما علق الصحافي سهيل دياب على مقابلة جعجع عبر تويتر كاتباً صدقاً كنت مبسوط من مقاربات جعجع السياسية لشدة غبائه وضياعه وكيف يفهم معادلات الداخل بسطحية فارغة وكيف يقرأ التحولات التي صنعتها المقاومة بكتاب إسرائيلي حتى يقول الشيء ونقيضه لولا تجاوز المخاوف. هو لا يجد سبباً لداعش لتكون في لبنان ثم يتحدث عن دور الأجهزة الأمنية في ملاحقتها. هلأ ممكن البعض بيقولوا أنه حزب الله ما كان عارف أنه حلفائه ما بيعرفوا يعملوا شيء أو فاسدين أو اللي هو، ممكن يجي البعض يقولوا هني ما دخلهم بس ما حلفائهم ما كانوا عارفين أنه هيك. طيب معرفون هلأ كيف إني حلفائهم؟